نتواجد الآن في الخطوط الأمامية في الجهة الغربية وتحديدا في منطقة غراب، حيث تلاحظون دبابة قوات الجيش الوطني وهي تواصل التغطية النارية الكثيفة لتقدم أفراد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يحاولون تحرير تبت المدرجات. هذه التبة التي تلاحظونها أمامكم في إطار عملية عسكرية قامت بها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير عدة مناطق هنا في الجهة الغربية. لا زالت العمليات مستمرة ولا زال التقدم مستمر، وإذا ما تم تحرير هذه التبة ستتم انتقال المعركة إلى شارع 50 وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الانقلابية، ومن ثم الانتقال إلى معركة 60. إذن مواجهات عنيفة تشهدها الجبهة الغربية من مدينة تعز، فيما تحتدم المواجهات أيضا في الجهة الشرقية إثر محاولات الهجوم التي تقوم بها عناصر الميليشيات الانقلابية في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة. لا زالت العمليات مستمرة ولا زال التقدم مستمر، ولا زلنا في قلب الحدث نواكبكم بآخر التطورات. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجهة الغربية لمدينة تعز.